جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يسأل عن حكم الذي يصوم وهو تارك للصلاة، جزاكم الله خيرا. حكمه أنه لا يصح منه الصيام ولا أي عبادة حتى يؤدي الصلوات المفروضة، لأنها هي عمود الإسلام وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، فمن تركها فلا إسلام له ولا دين له ولا يصح منه أي عمل حتى يقيم الصلاة. نعم.